تعذر رؤية الهلال في سدير وتمير وظهر الهلال في أبو ظبي، فبدأ الهلالين عيدهم قبل الجميع كالعادة. بكل أمانة هذا الهلال وهذا المنظومة الهلالية المختلفة عن جميع أندية وراك ما رشحت السعودية، وراك ما رشحت، لأني أنا قلت أمس أتقمص كابتن حمد الدبيخي. إيه شوف بس إذا في راحوا قالوا تقمصوا ذا، قمصت اسمك أنت الحين ما رشحت الهلال أمس وتجي اليوم تقول لي طلع الهلال. أتفق مع أخوي حمد المدرب كفكرة، رغم أني أختلف في 3-5-2، لكن كفكرة يمكن أنا أمس قلناها، مدرب النصر لو لعب دفاع متأخر ولعب كرة لعب مباشر لعب شوط الأول البناء، نعم نعم، وبدأ هذا 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 الكلام ممتاز والنصر كان ماشي صح. الخلل كان في النصر، ماني كان كأنه بيلعب مع الهلال، كرة تجيله يطيح باص غلط خطأ، كان يعني يقصد يعني مشكلة لاعب مش كان مدمر لتكتيك يعني المدرب. حاتم اليوم مضل. اليوم كمل لك على كلامك، اليوم النصر بدأ الأسلوب اللي أنت تتكلم عنه، الدفاع والهجوم والكرات الطويلة صحيح. ما في بناء صحيح. إنزين ونجح في الشوط الأول صحيح. هل تتوقع مدرب في وزن عليك. في وزن جيسوس أن يشوف طيب. أكمل معك، تعرف أنا بين الشوطين قابلني بالاسم يعني الإعلامي أحمد العجلان قابلني، قلت له خيسوس حيغير تفكيره الشوط الثاني وحنشوف ايش حيسوي المدرب. في يا ابو نواف في مدرب وفي كوتش في كره القدم، تعرفين هذا الكلام. ايش المدرب اللي يحضر طول الاسبوع، الكوتش اللي اثناء المباراه. يا سلام عليك. لما جاء دور الكوتش في المباراه الشوط الثاني، المفاجاه الكبرى في مباراه اليوم العشر دقائق الاولى الشوط الثاني فريق النصراوي انهيار بدني على عكس الفريق المتوقع. المفروض الهلال ما بيعمل تدوير، النصر المباراه الاخيره مريح نص ثلاث ارباع الفريق. وفي هذه اللحظة الاختلاف مع حمد اللي بيقول ليش هنا أنت كمدرب تقرأ أبدأ غير، أنت اللي تغير يقول مين يغير مين؟ قلب دفاع أنت لعب بخمسة ليش أسجل فيك هدف؟ تقول لي ناجح ليش لا 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 أنا أختلف مع الثلاثة، قلت أختلف مع الثلاثة، تقول لي هذه ألعب أربعة خمسة واحد أنا مختلف مع الثلاثة، سجل فيك هدف طيب اسحب مدافع انزل مدافع اسحب الخيبري كل بالتبريرات وخطا بدا يصير نقطه ضعف في الفريق. هذه تغييرين لازم تنشيط اسمها في التغييرات. المدرب قاعد يتفرج يا ابو نواف، قاعد يتفرج اللي سجل هدف الاول سجل هدف الثاني، مين اللي غير المفروض كاسترو، تعرف مين اللي غير جيسوس غير قبل مدرب هنا الكوتش إيه هو هنا المدرب خطأ زي لازم يغير. شوف يا ابو نواف شوف النصر نقطه مهمه جدا، طبعا قبل تغيير المدرب النصر يحتاج تغيير المنظومه كامله، النصر يحتاج الكثير. يا رجل انت عارف مين مدير الفريق، مدير الكره ومشرف على الكره ومدير تنفيذي، كان مساعد مدرب البرازيلي وصار مدير تنفيذي الان له سنتين، ومن فشل لفشل وجالس. احمد الغامدي راح احمد الغامدي جاء فشل لفشل. كاسترو نرجع اخر شيء كاسترو، بالنسبه لي كاسترو هذا بقاؤه في النصر معناه ضياع كل البطولات، هي باقي واحده جالسين مثل كاسترو يجب أن يرحل فورا، مستحيل الحق. طبعا ما بحمله كل شيء، في أخطاء أخرى، ولكن في أحيانا المدرب يغير لك المعادلة في الملعب. هذا المدرب مو قادر يغير شيء، وبالتالي من فشل إلى فشل. هي البطولة واحدة على النصراويين يلحقوا فريقهم على الأقل يحاولوا أنهم يجيبوا بطولة الكاس.